كلشي بعتو، كلشي كلشي، يعني راه الله غالب. يعني باش نجيب باش ياكلوا الولاد، راك عرفتوا اليامات ديال كورونا راه لا اله الا الله. اللي قلتي لي شي حاجه تيقول لك ما كاينش، ما عنديش ولادي الدنيا الله مساكن هما ما خدامين ما دامين غير ما غتخليها لك. راه الدنيا راه لا اله الا الله، راكم عارفين الدنيا الا كان شي واحد هز الدنيا راه تيكون. والحمد لله على كل حال، واسمحوا لي بزاف، اسمحوا لي بكل ما يطول عمرك. نطلب من الناس ومن المحسنين الله يجازيهم بخير، الله يطول عمرهم، جزاهم الله خيرا. اللي بغى يتساعد معايا حيد عليا يديه، الله يرحم ليه الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين. انا راه تقهرت ما بقيتش قديت نزيد، يعني راه تنعس وما تنعس، وحق لا اله الا الحق الا تنعس وما تنعس. كي بعض المرات تنبقى هنا حتى لربعة الصباح، تتفكر فين غتمشي باش تجيب شويه فين. ولكن صبر، والله الا صبر. انا ما قهرنيش هادشي، والله ما قهر. السلام عليكم، معكم زهراء من مدينة مزكا نتاع الرصد درب العنجة. وانا تم ربحت الظروف اللي هي شوية كلها قاسحة شوية، ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله. جاتني مع هاد كورونا، جاتني مع هاد سميتو، يعني ما نكذبش عليك صراحة يتقال وحق لا إله الحق، ربي شاد عليا. يعني درت جهدي ولكن جهدي الله، كنضرب نمشي نضرب الجفاف مرة يومين، كنجلس سيمانة 15 يوم، حوايجنا بعناهم. الكرا تغلبت الصراحة يتقال، أنا هذا هو اللي قجني وقجني بزاف، وحق لا إله الحق. يعني فين ما تجيب تجيب ديك 100 درهم 2400 ريال كل نهار ونهار، يعني مرة ما تنجيب والو كاع، مدة 3 أيام تنخرج والو. اللي قلتي لي شي حاجة تيقول لك الساعة ما كاينش، شي تيقول لك أودي أمي ما سري قلتي في دارك. انا محتاجه باش نخدم باش نجيب شويه باش نحيد الدين اللي عليا، انا اللي كان عرفتي، واخا نهز الحجر انا مستعده نهز الحجر، والحمد لله باقي عندي جهد وجهد الله سبحانه وتعالى، ولكن ها نجيب باش نحيد الدين اللي عليا. ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت نحيد الدين باش ننعس مرتاح. راه جوج الليل وحق لا اله الحق، وما تسالوني حلف، وهذا النور سيدي ربي، الا جوج الليل تضربني الفيقه ديال القجان ديال الدين، وحق لا اله الحق. الا تجيني واحد الصهده اللي تنقول صافي الموت هادي، ولكن اشنو تيطيح لي الدين على راسي، صافي تنوض تنبقى تاني مقرده ونطلب الله يا ربي دير شي تاويل الخير. الدين ديال هاد مول الدار، هاد مول الدار هذا انا كاري عنده ب 14000، 14000 ريال حقا، عطيتو 60000 ريال، هذا هو باش هرس ليه الحكم. اما الحكم راه دار ليا فيه خلصي ولا خوي، ومشيت عند الوكيل عاودت لي سميتو، قال لي بنتي صراحة الله يجازيه بخير صراحة، ومخا ما عرفت سميه حتى الله يجازيه بخير. قال لي سير بنتي ديري ماشي تا ولا خير، وخا تعطيه شويه بشويه. قلت له ودا ساعتنا الوكيل انا راه ما عنديش، ويلا صيفط ما يعود القضاء اللي جاب لي الاستدعاء، يلا يشوف حالتي. راه حوايجي كلشي بعتو، كلشي كلشي، يعني راه الله غالب. يعني باش نجيب باش ياكلوا الولاد، راك عرفتوا اليامات ديال كورونا راه لا اله الا الله. اللي قلتي لي شي حاجه تيقول لك ما كاينش. عندي 4 ديال الدراري، عندي 4 اللي عندي، واحد كيقرا في هادشي ديال الفندقه، واحد اخر يلاه دوز البكالوريا، عندي البنت ها هي دوزت الامتحان ديال الخامس، وعندي وحده اخرى اللهم يسر. هادشي اللي كاين اولادي، ولكن الحمد لله على قبلهم انا مستعده نخدم حتى في العافيه، العافيه نخدم فيها انا غير باش نجيب ما ياكل وليداتي. هي الا خمس شهور ديال الماء راه هو كرا الوراق كاين فوق الثلاجه، وجيبيهم وشوف لهم. والله الا داكشي اللي قدرت عليه راه خلصته، اللي ما قدرتش عليه راه ما خلصتوش، حيت واحد شويه ناكل واحد شويه تنحيد به شويه بشويه، اللي ما قدرتش عليه راه ما تنوصلش. والحمد لله اللهم لك الحمد، انا ما تنطلب غير اللي ينقص عليا غير هذا الدين، انا ما تنعش والله ما تنعس. وتشوفي كتفي وحق سيدي، ونفس الوقت انا مستعده مستعده نهز الدار كامله ونحطها على لقمه العيش ديال وليداتي، باش وليداتي يعيشوا
حيت الا ما جبتوش ما كاينش اللي يقول لي هكا فلان. حتى واحد ما كيدق عليك. والله الا اللي ما كاين الا بحال وجهك وبرانيين ماشي هنايا في البلد ماشي هنا ما نكذب على الله. والله الا بحال وجهكم من اكادير وهذا الى عرفوا الحاله ديالي. بعض المرات كيجيو الناس يشوفوني ويجيبوا لي شي ديال الفوا وهذا كيقول لي تديري جهدك ولكن اللي قدرنا والله يجازيهم بخير. صراحة اليمن ديال كورونا فاش يلاه دخلت كورونا انا بعت الثلاجه كانوا حوايج هذا. شافتني واحد السيده جات فرقات القفه هنايا ومشات سولاتو هادي وانا سولتها عادي جدا تاع بلا الليله كاينه شي قفه الله يرحم والديك راه يلاه بعت الثلاجه ديالي وهذا يعني بنادم يلاه راه قالوا لك شهرين ولا ثلاث شهور ديك الساعه قالوا لك غتسدوا بابكم ولا 5 دقائق راه ما تكفيكش ديال 25 كيلو انت عندك النفوس راه ما تكفيكش. قالت لي واخا جات قالت لي بعتي ثلاجتك وهادي شتك تلاهي ومسكينه والله الا هما اللي جابوها لي هذيك الصغيره وحق لا الا الحق وما درتهاش في بالي بربي العظيم ما درتها في بالي. حتى جاو حتى لهنا حطوا لي الثلاجه والله يرحم ليهم الوالدين. كيفاش صراحه يبدا انا راه حاشاك انا راه كان كيخرج مني الدود وما كانش مني يرحمني. ما كنتيش عارفه عندك ما كنتش عارفه بان عندي ورم وحق ربي ما كنتش عارفه بان عندي ورم. انا مشيت على قبل داك الورم تا عرفت بانه هذا ومشيت غامرت ومشيت للسعوديه باش نخدم ونجيب شويه باش ندير العمل. صدقت ما داكشي اللي خدمنا تما راه خلينا تما وجينا بحالنا يعني باش نجي سالمه غايمه حيت مشيت على حساب الكوزينه ما مشيتش باش نهز الاولاد ونخمل وهذا. راه الفيلا ديال السعوديه راكم عارفينها كيفاش دايرين يعني راه خصكم ثلاثه عاد يلاه يلاه وانا بوحدي راه الروبو ما يديرش ديك الحاله. راه من 5 الصباح حتى 2 الليل يوميا يوميا مده 7 شهور. ونهار جيت ما طلبت منهم حتى حاجه قال لي تسنيكني ونسني ما تسانيني بيه ما نتسالك ما نتساني على ربي عطينا جواز السفر وخروج نهائي والله يرحم الوالدين. ونهار 28 في الشهر 7 2018 جيت خلص لي على دغيا درت فيه الجفاف وحكيت فيه الزرابي داكشي كلشي اللي كان ديال اللي غنبقى نديرو شويه بشويه درتو في نهار واحد باش نخدم وانا نجي بحال والحمد لله. درت العمليه في هاد البلاصه وكانوا فيها الكوينجات على البلاصه نعسات فيها 8 شهور عاد برك 8 شهور تما فين غدا والكرا غادي وتي فين ما تنجي نحيد شويه تلقى باقي ديما تبعني والحمد لله ما كانش بسميتو. ولكن ملي جات هاد كورونا وهادي زادت ليا الحلاس فوق الحلاس يعني زدت تقاليت ما قدرتش باقي نتنفس. راه والله العظيم راه جيت والله الا تنخوي غدا ديال تما هنا ما لقيت ما ندير برا تنجي لداري تنبقى نهبش واخا ما عندي ما نهبش ما عندي والو الحمد لله عايشه وراضيه بحالتي الحمد لله. ولكن تنقول لهم نلهي باش ما نفكرش ما بقول الحمد لله عايشين مع الفيران مع سراق الزيت ولكن شنو اللي قهرني الدين. الدين هو اللي قهرني حق ربي الا الدين هو اللي قهرني. قلت لك تنوض مع جوج دين ونجبد الهيدرو تنقول يا رب يا ربي تفك علي هذا الدين ما بغيتش نموت وندي الدين والله العظيم ما بغيتش نموت وندي الدين حيت عارفه راسي بيني واحد النهار نديرها ولكن الدين اللي من غير نخليه اللي من غير نخليه الدين نخليه لولادي الدين يلا مساكن هما ما خدامين ما بدامين من غتخلي هاد الدين راه الدين راه ليلة يلا راكم عارفين الدين إلا كان شي واحد هز الدين راه تيكون. والحمد لله على كل حال واسمحوا لي بزاف بسمح لي بنت الله يطول عمرك الدين ديال الكرة شريبا راه كيتسمي دابا راه اش غنقول لك راه طالعه في 10 شهور وربع شهور راه عطينا فيه شي اللي قدرت عليه راه عطيتو واللي ما قدرتش عليه راه من حيت 10 شهور راه عطيتو 60 راه باقي عطيتو 60000 ريال وما عطانيش التوصيل عطاني ورقه ومكاشيه صافي. علاش ملي مشيت سولتو على قالوا لي الناس لا ما سولت في المحكمه قالوا لي ملي ما عطاكش التوصيل يعني قال لك حتى تكملي لي داكشي اللي تيتسالك عاد يبدا ثاني معاك من جديد. واخا هاد القضيه ديال المحكمه واش على الحكم ديال الافراغ اللي هضرنا عليه واحد شويه. نعم الحكم ديال الافراغ. نعم سيدي كيفاش فقداش جاك وشنو باش جاني مع كورونا يلاه فاتت يلاه ديك الحجر الصحي اللي دوزنا حنايا انا ب 3 شهور
فاش حلوا لينا تدريجيا باش نبقاو نجلسوا حتى لستة وسبعة وندخلوا بحالنا، ما فين جاني عدو القضاء هو تنفذ وكل شيء. جا عدو القضائي قال لي سميتو حتى ودي راه ما عنديش الحاله لا اله الا الله صراحه انت قال، ولقى عندي حاشاكم القواد مهرسين، لقى عندي شي قواد مهرسين حتى هاجي كاع دخل يشوف كي عايشه كني رانا الطوبه تيجروا عليا راه يلاه تنتكافوا مع هادي راه تنبيعون باش نجيب، يعني تتبيع حاجه باش تجيب حاجه. قال لي ها شوفي كيفاش راه يعني ملي وصلت تما شوفي دابا كيفاش وحاولي تسولي على راسك. وهو نيت الله يجازيه بخير هو اللي ورى ليا كيفاش. لا ودي حقا انا ما نكرتوش وباقي الان ما تنكروش الصراحه يتقال ما تنكروش، ولكن راه لا اله الا الله يعني شي خدمه اللي هي خدامه باش نمشي باش نبدا نعطيه بالشهر بالشهر ونبقى نحيد عليا هاد الدين راه ما كايناش. يلاه تنجيب ديك 2400 3000 ريال مره في السيمانه، يا راه يعيط لك شي واحد يقول لك ربي يجي خملي ليا ديري ليا. او والله ما يسر الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم داك العمش ولا العمى كاع بخطر وحده. ولكن عند المحكمه قال لي الوكيل قال لي حاولي تعطيه. قلت له ودي ساعتنا الوكيل ما كذبش عليه، كان قليل راه غنعطيه قليل، كان كثير نعطيه كثير، وهذا هو جهدي والحمد لله. وراه حنا باقيين راه دابا نيت ها هي هاد البنت الصغيره قالت لي ماما كلام، قالت لي دابا تشوف محمد ثاني جاي يدخل. قلت له ويلا جابني ما عندي ما ندير لي، الا بغى يخرجني يخرجني. وانا هادي قلت للوكيل قلت له بدا ساعتنا الوكيل ما عندي حتى باش تمشي باش تكري ما عندكش، يعني الا خرجتيني راه ما عندي فين نجي من غير حدا المحكمه ندير فيها فيتو بصراحه. قلت له والله الا هادي هي اللي درت بالي، هادي هي اللي درت بالي والله، ويخرجوني من هنا حتى هاد الشجرات لهادو ما صالحين ما صالحين ثم نديرو فيتو للناس. والحمد لله اللهم لك الحمد هادشي اللي كاين اولدي. هو تنطلب من الناس ومن المحسنين الله يجازيهم بخير الله يطول عمرهم جزاهم الله خيرا، اللي بغى يتساعد معايا حيد عليا الدين الله يرحم ليه الوالدين الله يرحم ليكم الوالدين. انا راه تقهرت ما بقيتش قديت نزيد، يعني راه تنعس وما تنعس وحق لا اله الحق الا تنعس وما تنعس. كي بعض المرات تنبقى هنا حتى لربعة الصباح تتفكر فين غتمشي باش تجيب شويه فين. انا في اكادير في الباطوار ولا في عند طلبرش ملي قلت لي شي حاجه تيقول لك ايه كي خصاتنا، وهذا ملي تجي تقول لك وانت حاجه اللي غتخدمي سيري للدار كحاجه، وملي نجلس انا في داري شكون غيعطيني شكون غيجيب ليا نخرج نديرو حتى حنا كنبقاو نحطو هادو عند الناس يبداو يخدمو عليهم ويحرقوهم ويديرو. لا هما حنا باقي واحد شويه الحمد لله، انا بغيت نتحرك تنحيد يدي كي لو غات نموت ديك الساعات. لا هما يسير وهادشي اللي كاين وليداتي والله يرحم ليكم الوالدين.